جديدة، المحطة الثانية التنافسية للأولمبياد العلمي السوري. منافسات قوية، اختبارات صعبة، الطلاب ممكن شفتوا لهلا 90% من الطلاب لسه ما غادروا القاعة. هذا شيء طبيعي لما بدنا نحكي باتجاه المستوى العالمي والاستمرار بإحراز جوائز عالمية، بده يكون الاختبارات عنا صعبة وعلى مستوى عالي من التفكير والتحليل. وإن شاء الله نحن عم نشوف دائما في مواهب سورية ولادة، في مواهب بالتميز العلمي، كل سنة عم تتولد مواهب جديدة، طاقات جديدة، خامات جديدة. إن شاء الله إن شاء الله بنشوفهم الأفضل 50 طالب بكل اختصاص على مستوى سوريا راح يتأهلوا للنهائي اللي راح يقام بالعطلة الانتصافية لتحديد الأوائل على مستوى سوريا ومكافأتهم وتقدير جهدهم. وبنفس الوقت التشكيل 15 الأوائل بكل مادة راح يكونوا بالفريق الوطني يلي راح يستلم مهمة تمثيل سوريا عالميا. تجربة حلوة بتوسع مداركنا، طموحي انه ان شاء الله اتأهل على العالمي. بشكل عام كتير بحب هاي المسابقة تبع الاولمبيات والدراسة الزايدة وانه التعمق بالعلوم كتير يعني، وانا كتير كمان بحب علم الاحياء بشكل عام. هو طموحي انه اتميز بهالاولمبياد، انا مشارك فيه وبتمنى دائما اتفوق وبتمنى للكل. هو فحص بس عبارة عن تفكير خارج الصندوق، ما نو يعني مو اعتماد حفظ او شيء، كله بده تركيز ومثابرة عالية. الأسئلة اليوم كانت يعني من مناح، يعني متفوق بيقدر يحلها، وبحب اقول لكل الرفقة اللي يعني انه طلعوا لعنا، اللي ما بيقدر طبعا مو معناته انه هو فشل او شيء، لا، انه انت سويت خطوة جديدة انك انت شاركت ولو بمرحلة او مرحلتين ولو ما شاركت. اليوم كانت اصعب من المرة الماضية وكان فيها تحدي اكثر، بس الحمد لله كنت محاضرة وقدر جاوب على معظم الأسئلة. اليوم صحيح كانوا الأسئلة أصعب من المرة الماضية، بس كانوا كمان حلوين بدون تفكير، ويعني أنا درست منيحين الحمد لله وجاوبت. شاركت بالأولمبياد لحتى أجرب حالي شو بيطلع معي، الحمد لله. يعني الأسئلة كانت صعبة، أصعب من الاختبار الماضي، بس كمان بدها تفكير وحلوة كانت بنفس الوقت، والحمد لله كنت محضرة منيح وإن شاء الله يعني جاوبت على بعض الأسئلة، وطموحي إني فوت الفريق الوطني وان شاء الله يعني بننجح. كانت تجربه ممتعه جدا، يعني هي بالنسبه لي انه نجحت يعني هو شيء عادي، بس يعني حسيت انه قاعد مدرج بالجامعه انه حسيت بشعور انه كل طلاب الجامعه اللي بيقدموا امتحانات، فهي تجربه ممتعه. وشكرا للاساتذه اللي ساعدوني.